والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أنا اسمي مولود السامري، جاي مشارك من الجمهورية الإسلامية الموريتانية برفقة وفد موريتاني يتألف من الثلاثة باقيش، الأستاذ الكرامة الشيخ العالم والأخ آدم مسجد محمد دب، هما الاثنان من الاتحادية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف من العاصمة الموريتانية نواكشوط، وأنا من العاصمة الاقتصادية نواذيبو. جئنا هنا بدعوة من رئيس الغرفة الأستاذ السي عبد الحق الخاوي مشكورا، وبدعم من القنصل العام للمملكة المغربية صلاح الدين بالحروز بولاية داخل نواذيبو. هذا القنصل الذي مثل المملكة المغربية أحسن تمثيل، هذه شهادة منا ومن الجميع يشهد له بتمثيل أحسن تمثيل للمملكة المغربية. بخصوص المشاركة، جئنا للمشاركة في مهرجان تيميزار الخاص بالفضة وبالمنتوجات الصناعة التقليدية. ها هو رواق الجمهورية الإسلامية الموريتانية. لا توجد مميزات أكثر من الموجود لدى الإخوة الصناع المغاربة. لدينا الفضة وهي موجودة هنا، لدينا المواد التقليدية وهي الحمد لله موجودة لدى الصانع المغربي. جئنا أولا من أجل تبادل الخبرات ومن أجل إبراز قدراتنا وإبداعات الجمهورية الإسلامية في هذا، بخصوص هذا المجال، بأوامر من صاحب الفخامة محمد الشيخ رزواني.